بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الإبراهيمي محمد صالح، محامي في الدار البيضاء. كنوب على السيدان عبد الله الكاس وخديجة عبيد. الأمر كيتعلق بواحد عملية ديال التزوير اللي نتج عليها واحد الاستيلاء ديال واحد العقار كيتواجد بدائرة المحكمة الابتدائية ديال برشيد، اللي كان موضوع واحد الشكاية اللي تقدمت بين يدي السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات في مواجهة واحد الشخص اللي كيمارس المهنة ديال التعليم في مدينة برشيد، واحد الموثق اللي الموكلين ديالي كيقولوا بأنه زور عليهم واحد العقد ديال البيع. هذا العقد ديال البيع اللي كيقولوا بأنهم ما عمرهم حطوا عنده شي توقيعات ديالهم وداروا هذه الشكاية، والنيابة العامة مشكورة قامت بتكليف مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية بإخضاع هذه التوقيعات لواحد الخبرة خطية واللي نتج عليها الخلاصة التالية. هذه الخلاصة كتقول بأن هذه التوقيعات ما عمرهم صدروا على الموكلين ديالي، وأنهم ناتجين على بعض المحاولات ديال التقليد فقط. وكنتفاجئوا مع كامل الأسف، رغم هاد الخلاصة ديال هاد الخبرة، كنتفاجئوا بأن النيابة العامة ديال محكمة الاستئناف بسطات قامت بحفظ الملف لأسباب انعدام وسائل الإثبات ولعدم قيام عناصر التزوير. وحنا ما وقفناش عند هذا الحد، هذا قمنا بمجموعه من الاجراءات الاخرى. راه الخبره هي اللي دارتها، خبره في صالحنا، علاش غادي نديروا خبره مضاده؟ خبره كتقول بان التوقيعات الوارده في هذا العقد هي توقيعات مزوره وغير صادره على الموكلين ديالي. للاسف هذا الملف هذا راه نتجهت عليه مجموعه من التداعيات، من بين التداعيات ومن اخطر التداعيات هو ان هذه الاسره هذه راه تشتتات، نتج عليها واحد الطلاق ديال هذا السيد هذا مع هذا السيد هذه، راه هما دابا تطلقوا نتيجه ديال هذا الملف هذا. هذه العائله هذه، هذه الاسره هذه تدمرات مع كامل الاسف. وحنا كنتفاجئوا بان النيابه العامه قامت بحفظ الملف رغم النتائج ديال هذه الخبره هذه. قمنا بتظلم لدى رئاسه النيابه العامه في الرباط. رئاسه النيابه العامه رحلت الملف دابا على محكمه الاستئناف بسطات النيابه العامه، وراهما دابا كيقوموا بالاجراءات. حنا كنتظروا المآل ديال الشكايه ديالنا. قمنا عاوتاني بواحد الشكايه اخرى لاننا تفاجئنا فيما بعد بان هذا العقد المزور راه استعمل في مطلب ديال التحفيظ، وهذا العقار هذا تاسس فيه واحد الرسم عقاري مستقل بالسميه ديال هذاك المشتكى به، اللي بدوره باعوا لواحد السيد اخر اللي حنا ولينا كنتواجهوا بمشتري حسن نيه. حنا دابا قمنا بمجموعه من الشكايات اللي كنتظروا المآلات ديالها، وحنايا كلنا ثقه في النيابه العامه وفي رئاسه النيابه العامه. استاذ الظاهره ديال مافيا العقار كيفاش استاذ شوفوا شنو تنشاشر؟ وهاد الظاهره هادي بالفعل في العقار، واش كاين شي احكام اللي تتصدر؟ واش ماشي هي خصها ياخذها الانسان؟ حيت بان ما في العقار ماشي تردعوش. الاكثر من ذلك، بمن ان عن الاحكام وبمن ان عن قرارات النيابه العامه وبمن ان عن كل شيء، هناك رساله ملكيه ساميه جاءت في هذا الاطار. هذا الاطار، هذه الرساله الملكيه الساميه راه نبهات لهذه الظاهره الخطيره اللي اصبحت كتهدد الامن العقاري المغربي. الانسان كيكون امن وكيكون مطمئن على العقار ديالو، كيجي كيطل كيدير كونسلطاسيون في المحافظه العقاريه، كيتفاجئ بان العقار ديالو اصبح عنده ملاك اخرين. هادشي خطير جدا. والنيابه العامه راه خاصها تقوم بالاجراءات اللازمه ديالها. سيرتو حنا راه حركنا المساطر القانونيه ديالنا، وعندنا الوثائق القانونيه ديالنا، وعندنا عندنا الخبره اللي كتقول بان هاد التوقيعات هذه راه مزوره وانها ناتجه عن محاوله ديال التقليد. بعد بينا كنتفاجئوا بان هذا العقار هذا اصبح له ملاك اخرين اللي هما المشتكى بهم، اللي بدورهم تصرفوا فيه وباعوا لاطراف اخرى. ما شاء الله وصف. استاذ كاين ضحايا اخرين ولا غير الضحايا ديالكم؟ بالفعل حنايا اكتشفنا مؤخرا بان هناك مجموعه من الضحايا الاخرين اللي تنصب عليهم بالكيفيه وبالطريقه نفس الشخص
ونفس الموثق ونفس الاطراف الاخرين. هنا كنا كنمشيو للمحافظه العقاريه كنتواجهوا بتعتيم، ما كيبغيوش يعطيونا المعلومه. كنلقاو وثائق مزوره، حنا دابا راه درنا بشانها شكايات وكنتظروا من النيابه العامه انها تخضعها للخبره وتستر المتابعات الى كلا من موجب. علاش بغيتي تشعل هذا الموثق وهذا الاستاذ؟ هذه عصابه بطبيعه الحال، هذه عصابه اجراميه وخاص خاص 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 يتطبق القانون في حقها صراحه. هادشي فات الحد وفات القياس، لان التداعيات ديالو راه خطيره وخطيره جدا. راه كما قلت لكم بان هذه العائله هذه راه تشردات تدمرات. الحاله النفسيه ديالهم هما كامل بطبيعه الحال، الحاله النفسيه يرثى لها واحد الانسان اللي كان كيملك واحد العقار بين عشيه وضحاها اصبح لا يملكه، وبوسائل احتياليه وبتزوير واضح للعيان. احتيال على القانون، نصب وتزوير بطبيعه الحال، بطبيعه الحال، ويا حسره من طرف اشخاص اللي من المفروض انهم هم حراس القانون، موثق اللي من المفروض انه موثق رفع شو به شكايه؟ فيه درنا به شكايه ومع كامل الاسف كان مآلها كان بالفعل هو كانوا كيتوجهوا المراسلات للمجلس الجهوي ديال الموثقين اللي كان هو على الراس ديالو. كيواجهونا كيجاوبونا هذا المجلس الجهوي للموثقين، كيجاوبنا بانه راه كاينين تنازلات، حنا التنازلات راه ما شفناهمش. وعلى هذا الاساس هذا كيديروا في هذه الشكايات هذو، راه تتخذ فيهم واحد القرار ديال الحفظ. علاش يعزل هاد الضحايا؟ يعزل غير العيالات؟ وربما حنا هذه ملاحظه بعدا استاذ، واش هذه ملاحظه بعدا ملاحظه لاحظنا بان جل الضحايا ديالهن من النساء، كيختارهم وكيعزلهم للضعف ديالهم ولكونه كيهددهم بكونه سوف يعرضهن للتصفيه الجسديه ان هن قمنا باجراءات قانونيه ضده. ولكن هذا الشيء راه اكل عليه الدهر وشرب. حنا راه كنقوموا بالاجراءات القانونيه ديالنا، كنحطوا الشكايات ديالنا عند الجهات المختصه بالخصوص النيابه العامه اللي كلنا ثقه فيها ان شاء الله. حنا كنقولوا باننا حنا كلنا ثقه في النيابه العامه، وحنا كنقولوا بان الساعه ديال هذا الملف هذا راه قربات وغادي ترجع لحقوق الاهل ديالها ان شاء الله. رسالتك واضحه استاذ محمد صالح. شي نداء للنيابه العامه او السعد النبوي مولاي حسن الذكي باش يفتحوا تحقيق في هذا؟ بطبيعه الحال حنا نناشد الجهات المسؤوله خصوصا النيابه العامه انها تولي العنايه اللازمه للشكايات اللي تقدمنا بها. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي خارج اطار القانون، حنا كنطالبوا بتطبيق القانون في اطار الرساله الملكيه الساميه اللي نبهت الى خطوره الاستيلاء على عقارات الغير.